حبيبي يا كابتن محمد، ازيك؟ اهلا، ازيك كابتن رضا؟ عامل ايه حبيبي؟ ربنا وحش. يبارك لك والله. وانت كابتن كمان محمود ابو الدهب بيسلم عليك. كابتن مش عايز تلعب تلعبوا كوره؟ ممكن تلعبوا كوره دلوقتي وتبقوا نجوم والله العظيم بالسن دوت اللي انتوا فيه دوت. مش احسن من رؤى ودونجا؟ لا مش انا مش هذكر اسماء ولا هقول اسماء، لان مش بس هم يعني، في ناس كتير اصلا في الكوره المصريه يعني للاسف يعني. معلش يعني والله بالونه يا كابتن والله بالونه، ما يعرفوش قيمه نادي الزمالك. مش اي حد يلبس فانيله نادي الزمالك. ده انت السنه دي مفروض تقعد، انت واخد دوري، مفروض تقعد كده وتجيب اتنين تلاته لعيبه بس اللي النادي الاهلي عمله، اللي حافظ على القوام بتاعه وخلى الناس ريحت رجعت كلت النجيله وبتلم كل البطولات. كابتن حلمي ايوه يا كابتن، اتفضل اتفضل كمل. لا انا ما بقتش الواحد حزين جدا يعني في مباراه النهارده، لان برضه زي ما الراجل بدأ المباراة بتشكيل خاطئ، والنهارده تشكيل يعني أقوى شوية في الغلط من المباراة اللي فاتت. يعني خطأ أكبر يعني. هو كان مفكر جني النهارده. أقول لحضرتك الخطأ الكبير إن هو فضى نص الملعب. ومفيش نص ملعب، لأن أنت أصلاً كمان مفيش عندك، ما بدأش حتى بلعيب أصل لعيب نص ملعب، يعني أصل يعني هو أساساً بيلعب نص ملعب، واخد بال حضرتك؟ فلعب محمد عبد الغني كان بيلعب ولا منه نص ملعب ولا منه مساك، ما تعرفش هو بيلعب فين. فكان في مساحات كبيره جدا استغلها النادي الاهلي، وكان ممكن يضاعف النتيجه. نفس الشيء احنا عاملين نتكلم، نقول لك فيوتشر والزمالك كان خسران ورجع وكسب. فمباراه فيوتشر ده لظروف فيوتشر اصلا اللي كانت فيها. اولا كمان مباراه النهارده ده يعني ده من مباراه النادي الاهلي، انت اصلا يعني المفروض تنزل تعمل مباراه قويه، يعني الاداء نمره واحد، نمره اتنين يعني يبقى عندك طموح الفوز. لكن انا اعتقد ان يعني بدايه المباراه نفسها والاعداد النفسي قبل المباراه ما كانش موجود اصلا يعني. ف وبعدين الشوط الثاني عدل في لعيبه نص الملعب، و قدر يتحكم في نص الملعب بالتغييرات اللي هو عملها. جه السيسي اتعور، عمل تغيير برضه، فضى نص الملعب بنزول ناصر منسي، كان المفروض ينزل لعيب نص الملعب بعد ناصر منسي ابتدى الاهلي يعني شويه يمسك كوره. وبعد كده قدر ان هو يخطف، لان هو دايما ماتشات الاهلي والزمالك والكباتن اللي عندك يعني كبار ولعبوا كتير ماتشات الاهلي والزمالك، هي دايما الماتشات دي على الغلطه يعني، دايما بتتلعب على الاخطاء. طيب كابتن حلمي، يعني والكباتن كانوا لسه بيتكلموا ان اكبر نتيجه وقت ما انتوا كنتوا بتلعبوا كان ممكن يا 2-0 او 2-1، سواء انت بتكسب الاهلي او الاهلي بيكسبك بتبقى دي اقصى نتيجه. يعني انا لا اذكر في الجيل بتاعكو ان الاهلي كسب الزمالك 3 او يعني 3-0، ممكن كان في 3-2 مثلا، او يمكن نتائج نادرا قوي، نادرا قوي 4-2 دي في 78، بعد كده 1-0 انا بتكلم على الجيل بتاعكم اللي هو كله 1-0 ومفيش ثلاثات خالص. عشان كده لكن دلوقتي بقينا بنشوف يا كابتن حلمي اربعات وخمسات وثلاثات، الموضوع بقى مختلف تماما. اكيد اكيد. بص يعني جيلنا احنا المباراه الوحيده اللي كانت النادي الاهلي كان متقدم علينا 2-0 في الشوط الاولاني، وكان الكابتن هشام ياكن كان بيلعب المباراه دي، واحنا تعادلنا الشوط الثاني 2-2، ودي المباراه الوحيده اللي كان فيها الاهلي او الزمالك يتقدموا بهدفين والفرقه الثانيه. ده دي اللي حضرتك جبت فيها الجون الثاني. الشوط لا الجون اللي هو لا الجون اللي بدماغك كابتن. اللي بدماغك. تعالى تعالى من طارق يحيى، وفي جون جاي هو شوطه برضه.